السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة ديال In the Memory، وهذه الحلقة إن شاء الله غادي نديرو هيتمان 2. إذا هيتمان 2 لعبة مشهورة، لعبوها بزاف الناس، يعني 2002 نالت بزاف ديال يعني الترشيحات، ولكن وقيلا دات شي جوج جوائز ما عرفتش. المهم لعبة تتبقى أسطورية من إيديوس، وسلسلة يعني عموما مزيانة ممتازة. اذا يمكن لكم خلاص ديروا تحميل في اللينك اسفله. غادي نبداو هاد الميسيون الاولانيه، يعني نقصت انا داك البرولوغ وداك الشيء. غنبداو الميسيون الاولانيه النيشان، وغنوريكم واحد الطريقه سهله باش دوزوها، سهله جدا، يعني خصك غير شي شويه ديال الصبر وصافي دوزها. و سميتو الا بغيتو تيليشارجيو خلاص، كاين اللي بغا هيتمان ابسوليشن يعني 5 و 6 يدوز عندي بريفي، يهضر معايا نعطيه ليه اللينك. اللي بغا هادو من الان حتى الكات، يعني كيخصك بي سي عادي فيه 4 كات فيك عاديه صافي، ماشي شي حاجه بانتيوم 4 كاع الا عندك اي حاجه، المهم كيخدموا مزيان. اذا غنشرح لكم الخطه بالزربه. دابا غادي يجي واحد فينا يخرج من هنا، غادي نقتلوه داك الشيء، نلبسوا ليه الحوايج ديالو، غندوزو معاه الطريقه هادي كامله. مشيت حتى ليه حتى داك السوق، هذاك السوق كاين فيه واحد الباب غادي يخرج لنا فوق واحد لابيسين، دوزو في الميدو غادي نطبقو. بس لا والله ما عرفتهم شو داك خيمة عشان نخرج، نخرج دابا نشوف اللي تعرفو باش نديرو ليه الهيد شوت ديالو. نتمنى نخرج نديرو في الطريق تعال نمشي قديها راه باش يكون مفيكسي هاكاك. دابا خير في القاع بس بس صح. حنا دابا قضينا الغرض الاول، المهم الحاجه الاولانيه قضينا، انا في الزرع تعاد شويه عليك شويه ندوزو سال اسميتو انا في داك المحاط. هاد خونا كاين هنا خصنا نديرو ليه القتيله ديال في الزربه، هادشي غير احتياطا لينا خفتي منو. حنا دابا غادي نمشي تحدا، دابا انا يقدر يشك فيا، ولكن خا يشك فيا ما غايقول لي والو. انت الا اختي فيك بغيتي تجري ولا شي لعبه قسمها تكون لعبه تجد امان، ولكن حضي معاك هادو نجيب لك هنا تراب تراب تراب. المهم هكا يجي ليه في ديك البوابه. المهم على اي ما نحاول هيد شوت باش يحل هذا الخدام، نعطيه هيد شوت ويمشي بحالو. هيد شوت بالبيستول اس تي في باش يبدا سمعتو صافي. مسكين ما طلعش، مسكين ما طلعش، ماشي حنا جا كيعلق في السيد مالو قال لي فق 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 فعمالي لم يستجيب له. كان دابا هذا غنعطيه شي واحد يتآمر معانا، يتآمر علينا سيد حاج، انا سيد حاج ماشي. يلا صافي دابا حنا دوزنا دوزنا جوج دلو غادي نتفاهم اللي غيمشي يقول لها داك الحراس على بعض الخدمة تسيبو، يمشي يقول لها داك الحراس لا غلط هاد الباب اللي تسيبو هنا شي هادوك الحراس راه هما هذا قال لهم شديد. المهم عندي زين هنا هاد الباب راه خلينا ندوزو ماشي حتى انا لا شافتي هنا هاد جوج خطا في الوقت اللي عندي الدربة الاول الاول الله وقف تما
وحدك هذا بتحاج او بتحاج ها مش اللي معك اذا انت راح تحمي الطريقة سهلة جدا. نطلعو دابا حنا غنمشيو ندخلو الغرفة ديال داك السيلة اللي بغينا نقتلو دابا راه نتبدل ان مازال ما اكتشفنا حتى واحد حتى واحد هادوك بلا ما تهضر معاهم حتى ما تقيسهم لا برصاص لا والو حداش رصاص كباقي غتحتاجو غنشوفو تحت الباب كاين ها هو موجود السيف بباريتي راسك صافي لا موت صافي نشوفو هادوك الخوت لا وجه عندو شي واحد السيف حراس كل شيء منتصر واش غادي تسمى دابا غندخلو نهزو داكشي ديال اللحم اوكي الريفولا نمشيو دابا بكل ثقة في الناس انا نزيد تصطاد نفس المعلومات نوصل هنا غادي نحطو مع السلم ديالنا نطلعنا منو صافي الجزء الاول ديال المهمة حنا درناه دابا الجزء الثاني كيبقى هو كيفاش غادي تعاود ترجع خلاص ساهل باش ترجع ولكن كيفاش تهرب كيفاش تهرب من هاد البلاصة خلاص كاين هذاك كاين هذاك تما هذا كنت نمشي عليه دابا هاد خينا هذا كانت عندي كارتي تاع ديك الطوموبيلة واحد الطوموبيل كاين في الكارتي نحن نمشي نمشي دابا باش نمشي على هاديك الخدمة نزيد نمشي من هاد خينا هذا فهاد المكان مناسب جدا اذا غنمشي شوف دابا راه خينا واحد سوسول ها هو معاه تهرب معاه مرتبش صافي Diana, he's not in the basement. They must have moved him. 47, this is Diana from agency. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by four bearded Russian-looking types in uniform. ديال سميتهم من روسيا لابسين زعما الحوايج ديال الروسيين دوك سميتهم العسكر ديال روسيا هذا الجوج خصهم قتلهم ضروري انه دابا خصنا نهربو حنا شي حاجه مهمه بزاف هاد السنايبر الا بغيتي كليك تعلق بالطوموبيل بلا ما تهز السنايبر غير هادي طريقه ديالتي انا اللي كنبغي نستمتع بها شي شويه غادي نيشو على هادوك جوج خوتنا كاين قدام الباب باش يوريو لكم في الخريطه ها هما ها دابا الاول هيد شوت ما تزقلوش شو ما تزقلو هذا هيد شوت واخا راه تجيبها فيه في اي بلاصه افضل هيد شوت غادي يموت هذا غادي يجي هذاك خينا خصك تخدم تما راه واحد يشوفك حد شوية عليك كتمشي عندو تا هو هاد الشوط ولا لا يعجبك مورا الشجرة عطيه هبط الأرض يشع على والديه الراس يلا يا بان بان لما كنتي تحرك ديك الوقت كنت تقول لها ماشي هاد الشوط إذا هو كدا كان تمو وما نقتلوش ديك الخادمة حشومة تلقاها جاية خدامة على والديها تقسم معاها المهم صافي حنا سالينا المهمة تدير بيت 47 this is Diana from agency we're all happy you're back doing business for us this mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor father Vittorio means you will have to take care of a number of mafia members residing at the Villa Borghese for known where he is kept once يعني الا بغيتي تمشي تخرج دير اكزيت عاديه كتجي حتى لهاد البلاصه ولكن الا ديتي سوار الطوموبيل ديك الطريقه اللي درنا اللي سهله جدا كتجي انت لهنا اسكيب ان كار ديالك في الطوموبيل اول مره فاش لعبتها ما حسبتش هاد الثاني بدا بدا صافي احنا المهم اللي ما بغيتش يحرق الجو يخرج من دابا حتى دابا غادي نمشيو نديرو المهمه الاخيره غنديرو اخر ما فيها خلاص دابا هنا كعطوك السلاح ديالك انت كليك تجي تهز السلاح ديالك تمشي تريني انت هاد السنايبر هذا تجي تهزو هكا تمشي تخرج يشلي على شي حمامه مزيان ها لا لا حاول تقتل الحمام اللي تاع السما
والد. صعب صعب. طيحت واحد ضيلة واعلة انا. يزيد الاخر. فاتو الحيط فاتو. المهم خلاص انت دابا انا كتستريمي مع راسك كتلعب كنا بلاصه باش كتبيني على هذاك الشيء انت كتبيني على هذه الحاجه هذيك هما انا لي سلاح خلصت انت اللي كتبيني عليها هذيك الخطه هذا واعر صراحه التريمي ديالي انا كنلعب دابا دور خينا باش تكتب زيد تمنط زيد زيد ولا كدير انت غير هذا اسباس كيف يمشي لا تساك سلاح كده هذيك صيب كي تحتي سخف النار يعني لا تسلالك الامو ما تخاف المهم دابا حنا انا خلاص السلاحات اللي باقيين دايرين فيهم ديك اللعيبه حمراء يعني بلاصتهم راه تلقاهم في الميسيون تزيد حنا غادي نديرو اللود غادي نمشيو غادي اخر ما كاين كاع يعني انت الا مخفتي من الحرق يخرج ها فين غادي يكون دابا اخر ميسيون غنقدو داك خيمه داك سميتو داك البوب لي شفر لي زو هذوك اتوقع كتقلب عليه دايما تمشي تقتل هادوك اللي دايما غادي تمشي تقتل هادوك خوتنا اللي سميتو اللي مختار اللي عندهم علاقه مع داك السطر ديالي هادشي غادي يكون في كاع اغلب الميسيونات المهم خلاص تقول يا راه ماشي من الجوع ولا راه كطبيعي في وسط اللعبه هكا كتولي كتولي ثقيله داكشي عرفتش علاش يعني في وسط الميسيون براسها بوحدها كتولي داكشي ثقيل كيولي مالك فيس انت ما كتشوفو راه بزاف عادي دين دابا غنجيو نخلص الخيمة كلها بغيتي تهز سنايبر ثقيل هدا غير يتشكل عليك خطر علاش تسمي فيه تسكتو وكاينش السيلونسي لان تيلتي فيها يبقى يشوف فيه عارف فين المهم اول حاجة ديرها هما جماعة اللي دايرين اول حاجة ديرها هي هادي الجيو بعدا كيما بغيتك تزوجا وخرجت كيف هلا دابا غادي تعطيني الى جاتكم الحلقه زوينه لايك سبسكرايب بغيتو نديرو السيري ديال هيتمان ندوزوها كامله اللي بغى الجو يدوز عندي بريفي ماشي هيتمان تقدر على هيتمان ابسوليشن او 6 يعني خلاص 6 فيه غير دوك لي باك ديال مزال ما خرجاتش فيرسيون فينال اللي بغى يصبر حتى الفيرسيون فينال حسن ليه سميتو اللي بغى هيتمان هادو 1 2 3 4 يعني من هيتمان اتا بلود مون يمشي اللي كنت في المدونة ديالتي و اللي يعجبو الفيديو لايك ما يعجبوكش ديسلايك كومنت فيديو في كمان من الوقت من خلاص بالنسبة للسلسلة اللي عرفتها دق السلسلة لا يوقفوا يعني مع انني مازال ما ديتهمش هي هاد السلسلة راه ديتها ولكن ما غادي توقف للاسف سلسلة دوتا هي تقدر ما تهدرش يعني حالة الى 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 يعني توفرت لي الصورة باش الى شفتي شي متابعة ولا شي حاجة غادي نديرها ولكن إلا شفت بكر القضية ناعسة ما غاديش نتحرك اللي بغا ماينكرافت يقولها اللي بغا شي حاجة يقولها اللي بغا شي سلسلة نديروها
من غير لي جو لي حديثين بزاف بحال مثلا نديرو جي بي اس 5 ولا واتش دوغز. راه مازال نهار غادي ندير لي ابجريد مزيان وغادي نعلمكم. وديروا لايك ديروا سبسكرايب ديروا لي كومون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.